إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا جالي الجهاز ده ماشي، وهو فيه مشكلة. أولا المشكلة اللي هي فيه صوت خرفشة ما بنيجي نقلب اللي هي القنوات، وفي إرسال وفي قنوات وفي خرفشة ما بنيجي نقلب القنوات. في مشكلة تانية اللي هي بصوا ما باجي أدوس على اللي هي البلاي سامعين، دي المشكلة التانية. تعال افتحه بقى من جوه يا جماعه ونحاول نحل ايه المشكله، وبعد كده نحل المشكله الثانيه 1 باي 1. اول مشكله عندنا يا جماعه اللي هي الصوت اللي هي الخرفشه ما بين نقلب القنوات، هي بسبب اللي هي المكثف المتغير. في اللي هي المايكا اللي جوه هي ناشفه خلاص، وهي مسيرها هتتكسر، فهي اللي دي اللي بتعمل الصوت اللي هي الخرفشه ديت. فعشان كده انا هرشه بدبل دي 40 ماشي. طبعا انا عارف دلوقتي في ناس قالت لي الدبل اللي انا بستخدم دبل دي 40، والدبل دي 40 غالي جدا حاليا، فسالوني على البديل بتاع دبل دي 40. في عندكم يا جماعه اتنين بديل، في عندكم اللي هي اكاين النبيتي في زيت ماشي، وده اللي انا برش بيه اللي هي الفوليوم كنترول. يعني الفوليوم كنترول انا برشها بدبل دي 40 دايما، ما برشهاش بجاز. فطب بديل اللي هي دبل دي 40 ايه؟ هي ال ممكن اللي هي الاكاي النبيتي ماشي، وده فيه زيت مش اللزق، اللزق ما فيهوش زيت، اللزق ده يبوظ مفتاح الفوليوم على طول. واحب عشان ارش هنا مثلا هرش ب ممكن دبليو دي، قصدي اللي هي نسيبنا من دبليو دي 40 هرشه ب اللي هي اكاي النبيتي. او ممكن في بديل رخيص جدا، لان في برضه ناس سالتنا على البديل اللي هو ممكن زيت مكن، زيت اللي هي مكن الخياطه، وده على فكره رخيص جدا، والعبوه رخيصه. انا جايب يعني اخر مره انا جايب العبوه ب 15 جنيه، عبوه كبيره يعني 100 مللي على ما اتذكر، يعني ب 15 جنيه فهي رخيصه جدا خلاص، بالنسبه مقارنه طبعا للدبليو دي 40 اللي هي اللي انا عرفته لل 50 جرام منه ب 105 جنيه، يعني يعتبر طبعا غالي جدا. فهو يحل محله اللي هي الزيت بتاع المكن، مكن الخياطه يحل محله، وتمنه رخيص، وممكن نحطه على اللي هي الفاريبل كاباستر هنا، او اللي هي المكثف المتحرك المكثف المتغير. دلوقتي نرش اللي هي المكثف المتغير ده بدبليو دي 40 اوكي. نسمع الصوت، الصوت اللي احنا سمعناه اللي هي في لما جينا نشغل اللي هي البلاي مفتاح التشغيل بتاع الكاسيت، هو بسبب اللي هي السوسته ديت، فاحنا هنرشها بكيروسين وبعد كده نجرب الاثنين مع بعض، عشان لازم نجرب وهو مقفول عشان الاريال بتوصل ما بيكون مقفول. وممكن على فكره برضو ان احنا نرش اللي هي الفوليوم كنترول واللي هي المفتاح التاني ده، ممكن نرشه ب دبليو دي 40 او زي ما قلت لكم بزيت مكن زيت الماكينات. نشوف الوقت يا جماعه الصوت اختفى ولا لا، اللي هو بتاع الكاسيت. من افترى على الله كذبا ليضلل صوت الكاسيت، صوت الكاسيت، الصوت الخرفشه اللي كانت موجوده اختفت، لكن الصوت بطيء. على فكره يا جماعه انا ما بقدرش اشغل اللي هي اي ماده اللي هي اسكان قران او اي حاجه بسبب حقوق الطبع والنشر، اليوتيوب بيشيلها. يعني ممكن انا بظبط كده اليوتيوب بيشيلها يسمع، فعشان كده ما بشغلش مده طويله. انا حاول وقت ان انا اسرع السرعه شويه يا جماعه. من ايه السير؟ هو شكله كويس، السير شكله سليم. ذلك جزيرهم ببغيهم وإن
إنا لصادقون بالنسبة للمؤشر يا جماعة ما بيجيش للآخر هنا، بيقف هنا وبيعمل صوت في التحريك. اللي فين يا جماعة؟ في اللي هي الكرسي هو بتاع المسمار اللي بيمسك اللي هي السماعة مكسور، فبيخلي السماعة تطلع لفوق، فبتخلي اللي هي العجلة بتاعت الفتلة ما بتمشيش خلاص. وبعدين غير كده بيعمل صوت تزييق ما بنيجي بص اسمعوا كده يا جماعة. احنا ممكن نعمل هنا ايه؟ ممكن احنا نشحم الجزء ده عشان ما يعملش الصوت ده. تعال نشوف الاول موضوع اللي هي ايه، الكرسي والقعدة والكلام ده. احنا جبت اهيت قعدة اهيت في الجنب التاني عشان دي مكسورة، وحاول ان انا اثبتها بالمسمار ده، وحاول برضو ان انا اثبت الجزء ده كله ومسمار، وهنا هثبت احط مسمار هنا كمان. وهنا ممكن عشان صوت التزييق ده ممكن احط هنا اي مادة شحمية. انا حطيت هنا ثبتهم يا جماعة بثلاث مسامير اهوت ماشي، وحطيت هنا شحم هيقل شوية بالاحتكاك، بس هو عموما بسبب هي البكرة او ممكن يكون الخيط مشدود شوية. تعال نقفله بقى يا جماعة، وبعدين نرجعه برضو لحالة المصنع وبعد كده نجربه. خليكم معايا لما تسمعوا الصوت. بالنسبة للمفاتيح دي يا جماعة انا بستخدم مضاد الدهنيات قوي ودول برضو، بس لازم اكون حريص جدا لانه بيشيل الكتابة. من اهم عناصر المساواة هو تمكينها اقتصاديا، ان يكون عندها دخل. فمشروعات زي يعني This is the final look and this is what it sounds like. The sound is very pure. زي ما احنا شايفين ده الشكل الاخير ليه يا جماعة، ما عادش فيه صوت خرفش ولا اي حاجة، والصوت نقي. ونرجع مرة تانية ونستعمل وخلود العباس في يوم المطر ونقل لي كنت طبيب عن نافع عن المدني وبصوت الشيخ محمود خليل الحصري، حيث يرتل بهذه الرواية بدءا من الآية الرابعة والأربعين بعد المئة من سورة البقرة. قبل أن نستمع إلى الترتيل نستمع إلى التقدمة من فضيلة الشيخ محمود برانق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. رانا Rana Ranu Ranu. والوقت يا جماعة بعد ما سمعنا الصوت اللي هي الراديو والكاسيت دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. ياريت متنسناش في الاشتراك والمشاركة والإعجاب، واشوفكم في فيديو جديد مع حاجة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.